بفكر في الجنس، والمرأة اللي بتتغطى يعني معناها بتفكر في الجنس. يعني بتسوي المحجبة بالعهارة؟ بتفكر، لا انت بتستنتجي حاجات. انا بقول فكرة تعريق ده نظام سياسي. المرأة ضحية، المرأة اللي بتتعرى او بتتغطى هي ضحية مجتمع رأسمالي طبقي ابوي ذكوري، يا اما بيعاريها عشان يتاجر بيها في السوق، يا اما يغطيها يتاجر بيها في الدين ايضا. واللي بتتغطى رغبة منها او بتتعرى رغبة منها بقرارها؟ الاطفال بيتغطوا بقرار منهم. بلاش الاطفال، حد بيحط مكياج بقرار منه؟ لا، امال بقرار مين؟ احنا كلنا تحت ضغوط. بقرار مين؟ نحط مكياج بقرار مجتمع الطبقي التجاري الرأسمالي اللي يحول إنسان إلى سلعة أو أداة للجنس أو أداة للإثارة. فالمرأة يا إما تحط مكياج، يا إما تعمل عملية تجميل عشان تبان صغيرة والرجال ينظروا إليها، يا إما تتغطى لأنها بتتصور إن كل رجل ذئب بينظر إليها كأداة للجنس. لكن لما تبقى طبيعية وعادية وتنظر لنفسها كإنسانة لها عقل وتفكر وليست مجرد جسد، خلاص. دكتور، أهلا بكم في القناة. نتكلم اليوم عن عالم نوال السعداوي. الفيديو ده عن عالم الأدبي، وفي فيديوهات تانية هعملها عن عالم الأدبي برضو، ولكن مجموعة من الروايات الأخرى. وفي فيديوهات هعملها عن عالم الفكري، وأقصد بعالم الأدبي مسرحياتها ورواياتها وعالم الفكري كتبها الفكرية. مش هنذكر بقى هي اتولدت فين والسيرة الذاتية، ندخل في مقدمة عن أعمالها على طول. نوال السعداوي بتفكك المجتمع العربي وهرميته وتراتبه، فبتحلل إن الخطاب الأخلاقي العربي بيعتمد على الازدواجية، فاللي بيسري على المرأة لا يسري على الرجل، وده في قضايا مثل الزواج والعذرية، وإن القوانين الدينية والاجتماعية منحازة للرجل بشكل كبير، فالرجل ليه حق الإشباع الجنسي مثلا كما يشاء بدون إطلاق عليه العذرية، بينما المرأة لا، فهي المسؤولة عن الشرف بتاع العيلة مش الرجل. المرأة حتى ما تعرفش تطلب حقها لأنها ضعيفة وغير قوامة، وده أوجب إن القوانين بتحقق الظلم بدلا عن العدل. فيجب على القوانين إنها ما تفرقش من الرجل والمرأة بسبب الجنس، وبتقول إن المجتمع بيعمل ده لأنه بيظن المرأة أقل من الرجل عقليا وجسديا. ده بيتجلى في الأحوال الشخصية في مصر في الطاعة المطلقة للزوجة للزوج. عايزين نعرف بقى جات الفكرة من الهيمنة الذكورية على مر التاريخ ازاي. اولا اكد جون ستيوارت ميل ان الفروق اللي تفصل الصبي عن الطفلة سواء العقلية منها او الاخلاقية ليست طبيعية، بل هي نتيجة لتأثير البيئة اللي بينشأ فيها الفرد، وده بيوضح في حياتنا الشخصية حتى من اقوال لها دلالات ربما الاهل ما يعرفوهاش ولكنها مترسخة فيهم من البيئة، اللي هي انت راجل وانت بنت. انت بنت يعني مشروع الزواج، بتعلمها الأم المظاهر النسائية وبتعطي الحرية للرجل اللي هو من صلب العائلة وحامل اسمها. الهيمنة الذكورية جت من المرأة مثل العار الرذيلة، عشان كده لازم تتربى على الكبت والظلم لكي تطيع زوجها بعد ذلك، ولكي لا تفضح هذه العائلة إن عملت أي فعل حر. تاريخ الهيمنة الذكورية بيتجلى في العادات والتقاليد وفي الإرث الديني، وده بيظهر في كون الأنثى أنثى فقط، فجريمتها إنها أنثى عشان كده تم حرمانها من التعليم سابقا. مفيش تاريخ محدد لكي نعرف ازاي بدأت الهيمنة الذكورية بسبب اتجاه سوسيولوجي ان المجتمعات اللي سبقت الزراعة كانت اكثر مساواة وحرية بكتير للمرأة، وده من خلال بعض الدراسات للمدافن في العصور السابقة للزراعة، بل بتشير ان العلاقات المتعددة كانت للمرأة مش للرجل. لكن ازاي تحول المجتمع؟ في تفاسير كتير للامر، منها ان الرجل اقوى جسديا، وتفسير تاني وهو ده الاصح او الاكثر اقناعا، إن بعد بزوغ عصر الزراعة تم توزيع المهام، فكانت المرأة بسبب الحمل ورعاية الأبناء بعدت عن ميدان العمل اللي كانت بتشارك بالنصف مع الرجل في الالتقاط، ومع الاستمرار نشأت السلطة اللي توزع الغلة دي، وكانت المرأة في البيت بعيدة عن موضع الصراع على السلطة، وده اللي حتم وجود قادة. نناقش الكتب بتاعتها. أول كتاب هو مسرحية الإله يقدم استقالاته في اجتماع القمة. وفي التاريخ العربي الحديث تم تحريم بعض الكتب سواء كانت روايات أو كتب أو مسرحيات أو دواوين شعر، وكانت علة التحريم والمنع دايما كانت بتمس العقائد الدينية والتباهات المجتمعية من الجنس للإله للسياسة.
الكتاب الأول اللي هنناقشه هو مسرحية الدكتور أنور السعداوي الإلهي وقدم اجتماع استقالته في اجتماع القمة. هو كتاب صادم للعقل العربي غير متعود على تناول الكتابة المحرمات. المسرحية مكونة من 3 مشاهد، وشخصيات المسرحية مكونة من الله وإبليس والنبي موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم ورضوان وحواء ومريم العذراء وبنت الله، وهي فتاة في 18 تشبه حواء كأنما هي ابنتها، إلا أن شعرها مقصوص وفي قدميها حذاء يشبه أحذية راقصات الباليه. بيتكلم كل نبي فيه المسرحية مع الله وبيناجيه بشكل أدبي رصين، وبيشكر ليه كمية الفساد المهول على الأرض وإن الله لا يتحرك لوقف تلك الحروب التي تجري باسمه. ومع السرد بيقدم الشيطان لصورة صورته الدكتور النوال لأنه شاب سلاسين وسيم استقالته، وبيحاكم الإله المتناقض وإنه جعله الشماعة أو العلة لأي فساد في الكون، وبتخلي الإله يعتزل المرأة الإجحاف وحقها. لكل شخصية وصف متخيل موجود في المسرحية، وبيناجيه كل نبي على حدة. وعلى مدار الفصل الثالث بيتحدث الأنبياء مع بعضهم عن إن القتل والحروب دي مش من أديانهم اللي هبطوا بيها. وفي الفصل الثالث تحدث ربع العدوية وإيزيس مع بنت الله وناقش قضايا النسوية المعاصرة. الصدمة للكتاب مكونة المقدسات الإسلامية واليهودية والمسيحية، وكمان عمل حوار ليه نوابع في الأديان الثلاثة وحقوق المرأة المهدرة فيه. أما الكتاب الثاني اللي نناقشه هو رواية مذكرات طبيبة. الرواية سرد بضمير متكلم يقرأ كسيرة ذاتية وغني بالمعلومات عن الممارسات الطبية في ذلك الوقت في مصر، زي مثلا قضية الختان. وممكن يقرأ النص كنص أنثروبولوجي بيصف الواقع والوضع المتدني لحرية المرأة والظلم الواقع عليها في كل أزمنتها وفي كل أطوارها في النشوء من الطفولة للكهولة. وعرضت في الطفولة حياتها بالمقارنة مع أخيها الصبي، وكانت مستغربة كرد فعل تلقائي على هذه التفرقة، وذلك من أول البلوغ والحيض إلى المواقف الأخرى التي تسردها. وانتقل النص لأزمنة كتير في حياتها عندما كانت في الكلية وكانت هي المرأة الوحيدة في غرفة التشريح. هي الرواية تصف علاقة المرأة بكسادتها وعلاقة المرأة بالرجل والتفرقة المجتمعية بينهم. فهي بتقول مثلا: لم يكن لكلمة بنت في نظري سوى معنى واحد، هو أنني لست والدا، لست مثل أخي، أخي يخرج إلى الشارع ليلعب بلا إذن من أمه. أما الرواية الثالثة اللي هنناقشها وهي رواية جميلة جدا، امرأتان في امرأة. البطلة المركزية فيها هي بهية شاهين، طالبة طب تبلغ من عمر 18 عاما، والرواية بتدور في القاهرة، وهي ابنة مسؤول مصري بارز في مجال الصحة العامة، ولكنه شخصية متخلفة مسيطرة وذكورية ومستبدة ومشؤومة ضد استقلالها، وبيقف قدام إرادتها كحاجز ضخم وقدام قراراتها كلها، وبيتحكم في المصروف اللي بتاخده. ولما رسبت أو أهملت الدراسة كان ليه القرار الأخير كأب ذكوري في تحديد من تتزوج. ده كون شخصية أخرى حرة جواها سمتها أحيانا بالشيطانة ومضطربة من الانفصام بينها وبين بهية شيء. وده كون صراع نفسي كبير وانقسام بين الطاعة والتمرد وإحباط كبير، وهيمس تمردها الفن، ودي نقطة جوهرية جدا في الرواية. وهيقترن بيه وهتقابل سليم الشخصية الغريبة في معرض فني، وتاخدنا الدكتور نوال في رحلة لاستكشاف الذات ومعرفتها وتحقيق التمرد السري في ظل الحبس الاجتماعي الرهيب ده. ونلاحظ المفارقة بين بداية الرواية وبين السير، فمع سير الرواية تبدأ بالتحرر واحدة واحدة، مع إنها لا زال بها هذا الحب لأبيها، وإن الحب ما يقابلش التمرد، رغم إنه بيعنفها ويرمي الورقة في حدث في الرواية، وإن ده انحراف وملوش فايدة، ورقة اللي كانت بترسم عليها، ككل النظرات إلى الإبداع الأدبي أو الفني من الشخصيات السلطوية، ورغم ذلك بتستمر في الرسم، تدخل معرض الفن بالجامعة، وتشارك وتتحدى. وترفض الهويات الجاهزة للمجتمع، ورغم إن عدد قليل جدا بس هو اللي بيحضر، فبترمز نوال السعداوي لقيمة الفن عند المجتمع الجاهل، وتتسائل على لسان بهية ما قيمة أي شيء فن، ولكن الفن سيساعد بهية على التحرر والتمرد لطاقته وتاريخه الطويل في ده، ويحررها من حياتها الروتينية المكبوتة.